www.sudanesesongs.net. سادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. تعرف واحد اسمه عوض مدني؟ انا عوض حمودي. عوض حمودي انا بعرفه برضه، لكن انا عايز هم قالوا لي ما تقول الشباب دي، لكن انا بقول اوريكم المناسبه. في اغنيه بتقول كن كيف شاء لك الدلال فانني بك معجب. الاغنيه الوحيده للهادي العمرابي اللي انشهر بها عوض مدني. عاصم البنا غنيها؟ لا والله، لا والله. مصطفى غنيها؟ لا يا استاذ بالله. طه غنيها؟ ما عارف ايه، ما عارف. كل واحد يقول له غنيها يقوم جاري، والحكايه سنيه يا جماعه، اغنيه جميله وما دارين يغنوها. قالوا لي غنيها انت، قال ما بغنيها. والله انا غنيها وبحسن عداداتكم كمان. كن كيف شاء لك الدلال فانني بك معجب. كن كيف شاء لك الدلال فإنني بك معجب. أراك ازددت في هجري وكان العهد أن تترفقا. ووعدتني بالوصل لكن قد نسيت الموسيقى. أما أنا أنا أما أنا أنا أما أنا أما أما أنا أنا أما أنا أما أنا أما أنا فكما عهدت لمخلص ومهذب. أرعى حقوق حبائبي ولأجلهم أتعذب. كن كيف شاء لك الدلال فإنني بك معجب. يا بنت من خاض المعارك بالسيوف اللمعي، خوضي معي حرب القلوب عنيفة لا تجزعي. نيرانها زفرات الحرى برامي الأدموع، ومقرها المهج الجريحة بين هذه أضلعي. كن كي فشاء لك الدلال فإنني بك معجب. تصفيق حاد. حديث. شوف الأغنية دي
بيغنيها زميلنا عوض مدني، وانتوا بتعرفوا عوض مدني مطرب سوداني هاجر الى مصر اشتغل مع الجيش البريطاني، انتهى به الامر ممثل معانا في اذاعه ركن السودان وممثلا مجيدا، وهو من جماعه التيجان السيوفي، انتوا عارفين التيجان السيوفي. وهذه الاغنيه الوحيده اللي كتبها الهادي العمرابي المسلمابي. الهادي العمرابي كتب هذه الاغنيه واتلحنت في عصر قديم جدا، وبعدين اتغنت. عبد المنعم عبد الحي الله يرحمه كان يجينا في الاذاعه ينادي عوض مدني يقول لي تعال يا عوض سمعني، يسمعه يسمعه ويقوم يمشي. في الاخر الاغنيه انتقلت الى زميلنا الاستاذ الكبير صلاح من الباديه فشدى بها. عايز اقول انه اغنيه واحده تكفي احيانا، تكفي المطرب وتكفي الملحن وتكفي الشاعر، واحيانا واحد يعمل 200 اغنيه زول يسمع بيه وما في، واحد يعمل اغنيه واحده الدنيا كلها تعرفه، تعرف انه ده شاعر. زي اسماعيل عبد الرحيم لما عمل فؤادي بات هيمانه، احمد رضا فريد لما عمل لما ذكر كل ما ذكرت جماله انا كل ما ذكرت، واحده اغنيه واحده عملت الفن. يا جماعه الفن بالكيف وليس بالكم. واحد كتب 100 اغنيه يزول سمعه ما في، واحد كتب اغنيه واحده سمع الدنيا كلها. الشاعر الأستاذ المعلم عوض أحمد الحسين عمل أغنية واحدة غناها أستاذنا التاج مصطفى، واحدة من الأغنيات التي صنعت مجد التاج، واحدة من أغنيات السودان الرائجة جدا. يا نسيم أرجوك، أرجوك يا جمال فرفور تغني علينا. الحرير يدمي
نعم والله أبدعتها. محمد علي عثمان بدري كاشف من رواد الشعر القومي والشعر الغنائي في السودان من أسرة بدري، أسرة خليل فرح برضو. الناس ما سمعوا له حاجات كثيرة، أشهر حاجة كانت المساجلة بينه وبين العبادي وعمر البنا وأبو عثمان جقود اللي بيصفوا فيها صورة البيت الهندية، صورة بيت هندية خدتوها قدامه وعملوا فيها شعر. طبعا أنا بتذكر أروع ما قيل في هذه المساجلة يقول العبادي اللي قال من كثر الجمال تنشاف عويرة عويرة، وده كان تعبير غريب جدا جدا يعني. أيوة أبو عثمان جقود عنده أغنيات قديمة فعلا، لكن الأغنية الفضلت وعاشت هي أغنية مرضان باكي فاقد، دي لحن عمن عمر البنا وحيغنيها عاصم البنا مع طه سليمان، مش كده؟ قالوا أنا قالوا لي حنغنيها الاثنين، قلت لهم واحد يغني مرضان وواحد يغني باكي فاقد، حنشوف مين اللي حيغني المرضان ومين الباكي فاقد فليتفضل. مرضى الله كفاني فيك علاج طبيب.
واضحني الله ما كفاني فيك علاج طبيب انا عارف قلبك انا عارف قلبك في الحب امتحني برضك انت جافية وليا متين تحني ابدعتم يا شباب النيل الازرق هايلين هايلين جد. لقيته باسم دي الاغنيه اللي اهداها عبد الحميد يوسف لفاطمه الحاج لما ظهرت وهي المشهوره الوحيده للشاعر حسين محمد حسن والاغنيه الوحيده اللي هتغنيها في هذه الحلقه انصاف فتحي فلتتفضل.
هايلة. هذا البرنامج برعاية زين. زين عالم جميل. يا جماعة أتكلم عن نفسي شوية برضو، أنا ليلة غنيت وأتكلم عن نفسي حاجة، ما هذه مصيبة تانية. سنة 58 لو تتذكروا عملت برنامج اسمه يوميات شعبان الأكول في رمضان. عايز شعار، الله يرحم موسى إبراهيم عبد الله كبير مهندس الصوت في الإذاعة، جاب لي قطعة موسيقية عملتها الشعار للبرنامج، ما بعرفها لغيت الوقت ذاك، لكن بعد ذلك اكتشفت إنها اسمها الأدهمية. الأدهمية دي قطعة وحيدة ألفها الدكتور محمد آدم أدهم، وهو رجل طبيب سياسي عمل حزب الكتلة الإفريقية، رئيس الفرقة الموسيقية في كلية غردون القديمة في تلك الفترة، ألف الأدهمية. الأدهمية وهي وحيدة، وهي أشهر قطعة موسيقية في التاريخ الموسيقي السوداني، وهي رغم أنها وحيدة لكن شهر الصاحبة. عشان كده قلنا المسألة ما بالعدد، المسألة بالكيفية، يعني الناس كلهم الفنانين زمان لما يجوا يغنوا يبدوا بالأدهمية. عثمان الشفيع يبدأ بالأدهمية، حسن عطية يبدأ بالأدهمية، الكاشف يبدأ بالأدهمية، كل الأدهمية دي في مقدمات الأغنيات. دلوقتي الشباب هيقدمونا الأدهمية، مشكورين يا سيد إسماعيل. إسماعيل الأدهمية. الله عليكم، الله 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 الله. شكرا يا زي رياب، يا سليمان يا أكرت، شكرا لكم جميعا. نتذكر صديقنا يوسف الموصلي، راجل ملحن مبدع اغترب ربنا يعيده بالسلامة، عامل أغنية اسمها الأماني السندسية، أغنية كتب شاعر لم تعرف له أغنية سواها، هو صلاح أحمد عبد الفتاح. بنتنا نسرين هتغني لنا الأماني السندسية الآن.
أبدعت يا بنتي. الأماني السندوسية، الأغنية الوحيدة للشاعر صلاح أحمد عبد الفتاح زي ما ذكرنا. لكن تعالوا نمشي تاني سنة 58، ساكنين هناك نحن ولا شو؟ ألا نشوف الحكاية. محمد علي بركية قابلته أنا في ذلك العام، كان عامل أغنية خفيفة غناها عبد العزيز، تعتذر بعد إيه، لكن ما بقت وحيدة، عمل ليها تاني واحدة، عمل كفاية كفاية
لحن الملحن الموسيقار موسى محمد إبراهيم أحد أبناء القوات المسلحة الذين ساهموا في تطور ونمو الفن السوداني. جبيل مصطفى السني قال لي أغنيها 200، عايزين نحلي بيك تفضل. كفاية كفاية مش كفاية لا غني يعني. كفاية دي كانت حكاية أطول من ميلادي أطول من ميلادي هذه نهاية. شفنا فيها النيل والشجن وسهاد الليالي وعذاب الزمن. أنا ضيعت عمري وشباب الثمن أنا ضيعت عمري وشباب الثمن بديني رسالة وعيونك بكن. عيونك وكن لقطنا عبرانا كانت في البداية. كفاية كفاية شريك حياتي انت حبيبي انت الروح ذاتي انت حبيبي انت الروح ذاتي في الدنيا حليفي باقي في مماتي في الدنيا حليفي باقي في مماتي تبقى الذكرى وعدك وتخليت حياتي تبقى الذكرى وعدك وتخليت حياتي. الماضي نسيت واليوم البداية. كفاية 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 عواطفك وحنانك عليا بتواسي لحالي ومعاي فراسية بتتحمل همومي وسؤالك دليا إن حسيت بحالي دمعك زي عينيا إن حسيت بحالي دمعك زي عينيا وداير اشوف اصعد زور بلا. كفاية 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 دي كانت حكاية. كفاية كفاية دي كانت حكاية اطول من ليالي اطول من ليالي
الله 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 الله. يا سلام يا مصطفى. هذه كانت عن الأغنيات الوحيدة. الشفيع عبد العزيز سمى هذه الجلسة أغنية واحدة تكفي. أنا عايز أختم بجملة واحدة تكفي. إلى اللقاء.